انطلاق من ايمن صفاقسي، كونتر اتاك للليتوال سريع جدا، صفاقسي ايمن ايمن ترى الكره من فخر الدين اللاعوجي، حمزه العقربي كره ممتازه خطيره، فرصه جول، الهدف الاول، الله 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 الله. طيب المزياني لجمهور النجم الرياضي الاستاهل الذي يتغنى اكيد بطيب المزياني بعد كره كانت سريعه جدا. كل شتاء وقدم الاضافه المرجوه خاصه في المباريات الماضيه، نفس الشيء اذا ياسين بعبيد للكره الان وجدي كشريده كشريده لياسين العمري، ياسين العمري حاول التوزيع والكره جانبيه، الكره جانبيه او هدف هدف بالفعل، باغتة الجميع باغتة الجميع، راسيه الطيب المزياني مزياني، والهدف زين الدين بوتمان، ممتازة التمريرة وزين الدين بوتمان يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 50 واحتفال من الثنائي الجزائري. ثم منذ بداية الشوط الثاني هدف ياسين العمري بضربة جزاء، والطبع الطيب المزياني يحذر ويرقب الهدف الرابع بشدة، إعادة العملية الطيب المزياني يحذر، وايمن الصفاقسي يعمل مراوغه من عمر كوناتي، ترجع الكره من جديد المرتضى بن ونيس، يخلط ويليام توكي على مستوى الرويق اليمين، كره ترجيه تتقص من جديد لفائده النجم الرياضي الساحلي. كيف ستكون البدايه امامكم الطيب المزياني؟ كان قفز هزيع حسن تقدير وقرار ايمن النصري، القرار يتزامن مع احتجاج بنك مدراء النجم، هذه كره طيب المزياني يدخل داخل منطقه الجزاء، والنجم في افيش الدور السادس عشر مسابقه كاس تونس مباراه القمه، هذه هي قبل الاوان ضربه خلفه لايمن النصري. الملعب التونسي اليوم قبل البلال حسن هجوميا مع الليتوال وعوده قويه فريق جوارة الساحل، وهذه كرة خطيرة لبيت النجم طيب المزياني يدخل مناطق الجزاء، هاي الهجمة السريعة هاي التمريرة ياخذ الكرة والمجهود الفردي في مناطق جزاء ترجي سلامي خمسة علي صار عزيز الصايحي السبعة أمامه مباشرة على مستوى الارتكاز عبد الله العاضي 13 وإلى جواري الرقابة التي كانت حاضرة في منطقة الجزاء تحديدا من فريق الجماعة لعبة الكرة التمريرات حمزة الأحمر إلى الجهة اليسرى فرج الخيرماني الوندو بشكل جميل حلو ولا مسار
الطيب المزيان يسدد اصطدمت الكرة آخر 2-1 بين الفريقين كانت في أغسطس 2015 في كأس تول. هنا الطيب المزياني يحاول بشكل مستمر الكرة وصلت إلى خارج أرضية الملعب. النجم اللاسعلي من وجدي كشريده محاولة للتسديد خطيرة فرصة للإتوال. دفاع النادي الإفريقي يستبسل في الدفاع ما زالت الخطورة. مرتضى بن والناس طيب المزياني كرة مرة أخرى لمرتضى بن والناس لمسة محاولة مع طيب المزياني في الاختراق في المرور في التوزيع طيب المزياني على القائمة الثاني كرة في الاتجاه حسين بن أمام النجم الخلادي في استاد المنزه أيقونة السياع يحيى الوفاء يحيى التاريخ الكريم المدرب منتصر لوحيشي من خلال التبديلات. هذه كرة ممتازة رائعة كانت المراوغة فن الهروب فن المراوغة من الطيب مزياني راوغ الأول راوغ الثاني التوزيعة من مرتضى والكرة الأخيرة سامع بيت وسامع بيت باتجاه بن والناس باهية باتجاه طيب المزياني طيب المزياني طيب المزياني يدخل منطقة الجزاء والتمرير بن عزيزة صادق بن عزيزة يلعب كورة طويلة تمشي طيب مزياني على اليسار طيب مزياني يتجاوز دور تمشي كورة طيب مزياني ايش يعمل بالكورة طيب مزياني يراوغ يوزع طيب مزياني كورة ما توصلش والكورة يعمل الحسين العيادة يوزع كورة لكن دفاعات ترجع من جديد طيب مزياني الطيب مزياني ممتاز المراوغة يسدد والدفاع يتدخل حاليا هذه كرة طيب مزياني ايش يعمل طيب مزياني اكيد مازال هدف للطيب مزياني يتوغل طيب مزياني ممتازه طيب مزياني بصراحه اللي صار تتحدى الكره بوسط الميدان وصولا الى طيب مزياني بصراحه فنيه كبيره طيب مزياني ايش يعمل طيب مزياني بليغ الجمالي بليغ الجمالي وزن لفريق جوهره الساحل لكتيبه لسعد الدريدي هذه كره طيب مزياني ايش يعمل طيب مزياني طيب مزياني يتحدى بالاول طيب مزياني يتحدى بالثاني ايش يعمل الطيب الطيب تتحدى الكره القدم التونسي تتنفذ التماسي لسليمان كوليبالي ياخذ الكره ايمن السبيقسي او طيب المزياني خطير الكره طيب المزياني التسديد والدفاع يتدخل ياخذ ايمن السبيقسي بالراس خطيره بالراس حسين بن عياده في الدفاع هذه خطيره لمستقبل الرجيش وحسين بن عياده في الدفاع بالراس ترجع في هذه المباراه ترجع من جديد غفران النوالي غفران النوالي الى طيب المزياني يتعدى مزياني خطيره الكره طيب المزياني تحفيز كبير للاعبين ولكن مع عادي كاسات بعد لا ادري شنو اللي يحصل في الفريق ولكن اكيد الملعب التونسي قاعد يلتفري من خلال المقابلات الاخيره ومن خلال ايضا غازي الغراري اللي قاعد يقدم في نتائج طيبه مع الفريق الطويله من طيب المزياني خطيره التصدير يتحسر امامكم على الصوره هذا هو اللاعب طيب المزياني وزع كرة تمر امام هجوم ملعب التونسي يستضيف النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي يستضيف الاولمبي الباجي وهذه كرة تصويبة اعادة للقطة الاخيرة طيب المزياني يعني يفتح الزاوية يصوب الكرة وين موجود مرتضى بن والناس يفتح مع طيب المزياني الجزائري هو الاخر طيب يحاول المرور يسدد الكرة والحارس يتدخل ممتاز جدا الفارات من علي جمل ضربه والهدف الاول كان وقتها للنجم الرياضي الساحلي ايضا بالخطا حسين بن عياده كان بالطبيعه خسر الكره مع زيد العلوي الكره اللي جابت هدف التعادل للاتحاد المنصري هي مباراه اخطاء هذه كره فرصه لليتواز تسديده من زين الدين الساحلي من جديد مبي جاك مبي لعب السابق لكانويا وانتي الكاميروني الكره من جديد طيب المزيني الطيب يحضر الى مرتضى بن ونيس مرتضى بن ونيس الكره والعنصر في مناطق جزاء الاتحاد الرياضي المنسيري طيب المزيني يدخل منطقه الجزاء كره خطيره الاتوال في هذه المحاوله امامكم الطيب المزيني يراوغ العربيوي يحضر في طبق محمد ايفل السكني وزق من جاك مبي طيب المزياني يبدا هذا الهجوم لصالح النجم الرياضي الساحلي الطيب المزياني يعمل مراوغه العذر والحارس نعيم البسلوسي سريع الطيب المزياني في منطقه 15 متر تشاهدوا كيما نشاهدوا الاعاده للطيب المزياني وتدخل موفق اذا عوده لفخر العوشي مرتضى بن ونيس وبعد الكره بليغ الجمال وامان الكره طيب المزياني طيب هلا مزياني ممتاز المرور حفاظ على الكرة مزياني مزياني مزياني
الكاس بيننا الشعب.